السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمتتبعين الكرام في قناة حياة ديليسيا. كنتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة وتكون أحوالكم كلها مزيانة إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نشوف معكم طريقة تحضير البسطيلة ديال الدجاج باللوز بالطريقة التقليدية مع اللمسة ديالي الخاصة، الطريقة اللي كتخلي البسطيلة كتجي معلكة ولذيذة وفيها توازن بين المالح والحلو، واللي ذاقها عندكم ما عمرو غادي ينسى البنة ديالها. فخليكم معايا نعطيكم المقادير وطريقة ديال التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. عندي هنا جوج ديال الدجاجات اللي مغسولين مزيان، مزولة لهم جلدة، كل دجاجة فيها تقريبا جوج كيلو ونص. منين كيتغسلوا كيتنقاو يلاه كيعطيونا بجوجهم واحد تقريبا 3 كيلو وربع، 3 كيلو ونص ديال الدجاج. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج معلقه صغيره ديال الملحه، وهنايا هاد التوابل ديال الدجاج ولا ديال البسطيله تقدروا تستغناو عليهم. انا درت معلقه صغيره مع مراش ومعلقه صغيره مع مراش ديال الفلفل الاسود ولا البزار، معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي مطحون، وسكينجبير ولا زنجبيل حتى هو معلقه كبيره، وعندي معلقه صغيره ديال القرفه والخرقوم ولا الزعفران شعره ما غاديش نحتاجهم دابا. عندي هنا السمن معلقه كبيره. فاول حاجه غادي نديرها غادي نشرمل الدجاج ديالي مزيان. غادي نستعمل طبيعه الحال بالماء، تقريبا واحد نص كاس الماء ولا كاس لارب ديال الماء على ما كتطلق ليا دوك التوابل. وغادي نشرمل الدجاج ونخليه ليله كامله. الناس اللي ما مزروبين به يقدروا يخليوه على الاقل ساعه المكانه يشرب داك اليقامه مزيان، ونعاود نرجع معكم. وفي هذه المرحله هذه غادي نطيب الدجاج بعد ما شرب داك اليقامه مزيان. خديت جوج كيلو ديال البصله اللي قطعتها رقيقه ولا شلطتها، كناخذ منها دابا غير زلافه، وما تبقى من البصل غادي نحتاجه من بعد. كنوضع البصل، كنوضع فوق منه الدجاج، غادي نزيد الزعفران شعره، وغادي نحك واحد جوج دامات ديال الزعفران، كيبقاو اختياريين بطبيعه الحال الا بغيتو تضيفوهم. الزعفران شعره علاش ما ضفناهش في الاول مع الدجاج؟ حيت هو كيحتاج السخون، يعني حتى كيكون سخون عاد كيطلق البنه ديالو ولا كيدير المفعول ديالو. وبالنسبه للقرفه ما غاديش نضيفها في هذه المرحله باش ما كتكحليش المرقه ديال الدجاج، حتى نزول الدجاج وغادي نضيفها على البصل. الا عندكم القرفه عواد كيمكن لكم ديروها في هذه المرحله مع الدجاج، ماشي مشكل. وديك العطريه ولا اليقامه اللي بقات ليا في الاناء غادي نزيد لها كاس عامر ديال الماء وغادي نضيفها على الدجاج. هذا هو الماء اللي غادي نطيبوا به الدجاج، ما غاديش نزيد قطره ديال الماء، غادي نديروا على عافيه مهيله وما غاديش نحتاج نهائيا انني نضيف الماء فحال اللي غادي تبعوا معايا. هنايا زدت واحد الباقه ديال المعدنوس، فيها واحد شويه ديال القزبر، كنغلبوا المعدنوس على القزبر صافي. وغادي فحال اللي قلت لكم غادي نرد الدجاج ديالي على عافيه مهيله فحال اللي غادي تبعوا معايا. وهنايا بعد ما طلعت الغليه مزيان في الدجاج، يعني غلى مزيان، كنكونوا سادين عليه الطنجره. هنايا ضفت كاس ديال الزيت بلديه، انا طيبت غير بالزيت البلديه ولا زيت الزيتون. كيبقى لكم الاختيار، تقدروا ديروا زيت المائده بوحدها ولا مزيج بين زيت الزيتون وزيت المائده. غادي نرجع نغطي الطنجره ونخليه يغلي مزيان ويطيب داك الدجاج على خاطرو على نار مهيله، ومره مره هكذا نقلبوا. وهنايا الدجاج ديالي صافي راه طاب، غادي نزولو وغادي تبقى غير ديك المريقه بوحدها. غادي نضيف لها داك البصل اللي شفت معاكم في الاول، بحال اللي قلت لكم جوج كيلو ديال البصل اللي مشلض رقيق، احتاجيت منه باش طيبت الدجاج غير زلافه وحده، وداك الكميه المتبقيه هي اللي غادي نضيف دابا صافي. وغادي نخلي ديك البصيله تطيح مزيان في هذه المريقه هذه على نار تكون متوسطه، ما تكونش مهيله بزاف وما تكونش عاوتاني نار مجهده. غادي نغطيو عليها ونخليوها بحال اللي قلت لكم تطيح، وعاد غادي نشوف معاكم المرحله المواليه. Thank you.
وهنايا ضفت واحد جوج معالق كبارين ديال المعدنوس البصله، وغادي نخلي نغطي عليها ونخليها تزيد تطيح مزيان وتغلى مزيان، عاد غادي نضيف لها المكونات الاخرى. وفي هذه المرحله هذه بعد ما طابت ديك البصله مزيان وطاحت، غادي نضيف ثلاثه ديال الطوبات ديال السكر، ولا تقدروا تضيفوا ثلاثه ولا اربعه المعالق ديال السكر الخشن، ما تزيدوش اكثر من هكا السكر حيت كتجي زعيقه بزاف، كتجي حلوه. ضفت معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال الماء زهر. بالنسبه للقرفه ما تفوتوش معلقه صغيره، على ود كيجي المذاق ديال القرفه صافي كيمشيو المذاقات كاملين، كيبقى غير المذاق ديال القرفه، كتجي مجهده بزاف. اللهم غير معلقه صغيره احسن، كيجي المذاق ديال القرفه باين ولكن ماشي مجهد بزاف. هنايا ضفت معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نحرك هادشي كله، غادي نستمر في التحريك مره مره، نبقى نحركها حتى كتعلك مزيان ديك الضغميره، وعاد نطفي عليها وصافي. هنايا هذه هي البصيله ديالي بعد ما تعلكات مزيان، كتنشف من الماء، كتبقى فيها غير الزيت. غادي نخليها تبرد وغادي نصفيها من داك الزيت، ما نخليش فيها نهائيا الزيت. وهنايا الدجاج اللي بعد ما برد نقيته مزيان من العدم وداك العروق اللي كيكونوا فيه، وقطعته قطع متوسطه الحجم، ما يكونوش كبارين بزاف وما يكونوش صغارين. عاوتاني الزيت اللي صفيت من البصله. هنا البيض غادي نحتاج 8 ديال البيضات يكونوا متوسطين. هنا خديت البصل بعد ما صفيته قسمته على جوج ولا قسمين، وغادي نضيفوا لدوك القطع ديال الدجاج وغنمزجهم مزيان. هذا هو السر اللي كيخلي البسطيله كتجي معلكه وما كتجيش ناشفه. كاين ناس اللي كيديروا الدجاج ناشف، ما كيجيش زوين نهائيا في البسطيله. انا كنفضل هذه الطريقه هذه، وكيبقى لكم الاختيار بطبيعه الحال. صافي هنا الدجاج بعد ما درت له ديك الضغميره ولا ديك البصيله غادي نخليه على جنب. وهنايا غادي ناخذ اناء وغادي نوضع فيه البيض، وغادي نضيف له القليل من الملح، واحد الراس ديال المعلقه ديال الملح باش ما كيجيناش باسل. كنضربوا واحد شويه صافي، وغادي نوضع البصل على النار، وغادي نبقى نضيف البيض بالتدريج وانا كنحرك، وباش ما كيتكون ليش طبقه ديال البيض معزول على البصل، لا كنبقى نضيف غير بالتدريج ونحرك حتى كيندمج داك الكميه الاولى اللي درت ديال البيض مع البصل، وعاد كندير الكميه الثانيه وانا كنمزج. ملي كندير الكميه كلها ديال البيض كنبقى نخلي على نار متوسطه حتى كيطيب مزيان داك البيض وكينشف، عاد كنزولو من النار. وهنايا بالنسبه للوز احتاجيت 750 غرام ولا كيلو ولا ربع ديال اللوز. بعد ما فسختو زولت له سلقته في الماء، زولت له القشره، نشفته من الماء وقليته في الزيت بارده. علاش الزيت بارده؟ باش كيجي اللون ديالو موحد وكيجي مقرمل مزيان من الداخل، كيجي واحد اللون فيه رائع. غادي نشفو مزيان من هذا الزيت وغادي نطحنو. صافي كنتحصل على هذا الشكل، هذا ما يكونش مطحون مزيان، ما يوليش غبره، يبقى بحال الكونكاسي تقريبا. كنضيف له واحد الرشه صغيره ديال الملحه والراس ديال المعلقه ديال القرفه، وهنايا السكر كيبقى على حسب الذوق. هنا السكر كلاصي بطبيعه الحال ولا السكر الثقيل، انا زدت هنايا 5 ديال المعالق كبارين. كنحرك مزيان وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده وواحد جوج معالق ديال ماء الزهر ولا كيس ديال سكر الليمون كهب زهرة البرتقال. وهنا كندير واحد جوج معالق كبارين ديال داك الزيت اللي صفيناه من البصله. هذا سر من الاسرار اللي كيخلي اللوز كيجي معلك وكيجي ما فيه مزيج بين الحلاوه والملوحه. وكنمزج مزيان اللوز مع المكونات وغادي نخليه على جنب. بالنسبه للحاجه اللي بغيت نقول لكم، البصله باش تجيكم سهله ما تجيكم صعيبه، في نهار واحد توجدوا كل شيء. يمكن لكم بحال دابا اللوز تقليه وتطحنوه ليله قبل، الدجاج حتى هو تشرملوه ليله قبل، هكذا باش كتجيكم سهله.
صافي هنايا بحال اللي شفتوا معايا عندي كلشي واجد، اللوز، الدجاج، ديك الدغميره ولا البصله اللي مع البيض. هنايا الزيت اللي بقات ليا ديال اللي صفينا من البصله ذوبت تقريبا واحد 4 ديال المعالق كبارين ديال الزبده حتى نشفات ديك الزبده مزيان من داك الماء بحال بوغ نوازيت تقريبا، وعاد ضفتها لذاك الزيت. وهنايا بالنسبه للورقه ديال البسطيله حتى جيت كيلو لاروب ديال الورقه، كيبقاو لي منا واحد الوريقه ولا جوج ديال الوريقات، غادي نوريكم شنو غندير بهم نحتاجهم في التزيين. كناخذ الورقه ديال البسطيله الوجه اللي كيكون املس ولا الوجه اللي كيكون ما محببش هو اللي كنديروه من التحت، الوجه اللي كيكون حرش كيكون دائما من الداخل، يعني كنخبيو العيوب ديال الورقه، يعني الوجه اللي كيكون حرش كنديروه من الداخل. صافي هنايا بحال اللي شفتوا معايا كنبقى نوضع الورقات هكذا، كندير النص لداخل والنص على برا، كندهنهم بداك المزيج ديال الزيت مع الزبده. غادي نستمر هكذا بنفس الطريقه. انا خديت غير هاد الطاوه ديال الفرن العاديه، ما عنديش الصينيه ديال البسطيله، نورمالمون الصواني ديال البسطيله ما كيكونوش طالعين من الجنب باش كيجيونا ساهلين اننا كنلمطوا البسطيله ملي كنساليو كنلمطوها بسهوله. انا غادي تجيني شويه صعيبه باش نلمطها، ماشي مشكل غنحاول معاها غير بشويه. وحتى الورقه بحال اللي غادي تشوفوا معايا كتقطع، للاسف خديت واحد النوعيه اللي شويه ما مزياناش كتقطع دغيا، ولكن غادي نحاول معاها غير بالخاطر. بحال اللي شفتوا معايا دائما كنوضع الورقه وكندير الزيت باش كتجينا الورقه مقرمشه، ما كتجيش نهائيا ميدمه، غير كتعطيها واحد القرمشه. صافي وغادي ندير واحد جوج ورقات ديال البسطيله في الوسط هكذا باش الحشوه ديالنا ما كتخرجش من الورقه. صافي وغادي بحال اللي غادي تشوفوا معايا غندير الطبقه الاولى ديال اللوز، ما غاديش ندير اللوز كله بطبيعه الحال، غادي ندير غير النصف الكميه، والنصف الاخر غادي نخليه حتى نديرو من الفوق. هذا كيبقى اختياري، يعني هذه الطريقه ديالي الخاصه. كتقدروا ديروا يعني اللوز كله في طبقه واحده، انا درت قسمته على جوج ديال الطبقات. وكطبقه ثانيه غادي ندير الكميه ديال الدجاج كلها، وكنقادوه مزيان كنديرو يعني يجي مقاد في الوسط وحتى في الاطراف كنوصلوه للاطراف مزيان على هذا الشكل هذا. وغادي ندير الطبقه الثالثه، هي الطبقه ديال البصل مع البيض بنفس الطريقه، حتى هي كنوصلو دائما يعني الحشوه تجينا في على الوجه ديال البسطيله كله، ما تجيش بلاصه فيها وبلاصه ما فيهاش، ولا بلاصه عاليه وبلاصه حاضره، يجي السطح مقاد مزيان. والطبقه الاخيره داك الكميه اللي تبقات ليا ديال اللوز غادي نديرها في الطبقه الاخيره. واحد الحاجه قبل ما ننسى، بالنسبه للحجم ديال هاد البسطيله هادي، الطاوه ديال الفرن اللي خدمت بها فيها 40 سنتيم، هاد البسطيله كيقدروا ياكلوا فيها من 10 حتى 12 ديال الناس، وثمن البيع ديالها 350 درهم. داكشي علاش انا درتها لكم في هذا الفيديو باش تشوفوا الطريقه، راها سهله، يمكن لكم تحضروها واخا تكونوا باقين يعني مبتدئين، يمكن لكم تحضروها في البيت، تبعوا فقط الطريقه ولي دوز اللي عطيتكم، راه مقادير مضبوطين 100%. بحال اللي قلت لكم البسطيله كتجي مذاقات متوازنه، ما كتجيش حاجه غالبه على حاجه، وكتقام عليكم رخيصه وكديروها على يديكم. بحال اللي شفتوا معايا درت ورقه ديال البسطيله في الوسط ورجعت عليها هذوك الورقات اللي بقاو خارجين، وكنا نرجعهم وانا كنطويهم، ما كنديرهمش غير كنحطهم هكذاك عشوائيا، خاصهم يتطوا باش يجيو مقادين وتجي البسطيله ديالنا مقاده. غادي نستمر هكذا بنفس الطريقه حتى نجمع لها الجوانب ديالها كاملين. وصافي وغادي ندير ثلاثه ديال الورقات هنايا في الفوق، يكونوا متخالفين على هذا الشكل هذا. الا كانت عندكم الورقه كبيره بزاف كديروا غير ورقه وحده من الفوق، كديروها في الوسط ورقه وحده، وكتلمطوا الجوانب ديالها تحت البسطيله. انا عندي الورقه ما كبيراش بزاف، صافي على هذا الشكل. ودائما بحال اللي قلت لكم كندهنوا باش كتجي الورقه فيها ديك القرمشه، دائما كنستعنوا
بالزيت مع الزبده. بحال شفتوا معايا هنا لمط البسطيله، كنبقاو نخشيو الورقه هكذاك لتحت ديال البسطيله، ما كنخليوهاش مطويه، كنسرحوها باش كتجينا مزيانه. صافي والبسطيله ديالي ها هي واجده، غادي نساوي ليها السطح ديالها، غادي نقرصها بحال اللي كنقرصوا الخبز باش كيجي السطح ديالها مستوي، وحتى الا كان شي هو كيخرج. وغادي نشكل فيها ثقوب العود ديال الاسنان ولا بالسفود اللي عندكم. بالنسبه للفرن غادي نسخنو على درجه حراره 150. الناس اللي عندهم الفرن ديال الغاز تكون عافيه مهيله ماشي متوسطه، قل من المتوسط بقليل. كنخليو ليها النار فقط من الاسفل حتى كنشوفو انها بدات كتقبض في راسها وبدات كتاخذ لون من الاسفل. انا داكشي علاش درت الورق ديال الطبخ بحال اللي شفتوه معايا، خليته خارج من جنب، بغا نبقى نهز الورق ديال الطبخ باش كنشوف الورقه البسطيله واش تحمرات من التحت ولا مازال. وكنبقى نحركها ولا ندورها كل مره على جنب باش كيجي فيها لون موحد، يعني الجوانب كاملين كيتحمروا. مره كندورها ملي كتكون في الفرن. صافي ملي كتحمر ليا من الاسفل كنشيل عليها من الاعلى وكنخليها تحمر على خاطرها، وكنبقى في نفس الطريقه كندورها حتى كتكمل التحمار ديالها كله. وبعد ما طابت ليا البسطيله غادي ندوز نشوف معكم طريقه ديال التزيين. انا غندير ليها تزيين بسيط. هنا خديت جوج وراق ديال البسطيله قطعتهم رقاقين بالمقص ودهنتهم بالزبده، دخلتهم تحمروا في الفرن. منين تحمروا هكذا جبتهم وهرمشتهم غير بيديا، كنديرهم في الوسط ديال البسطيله، وغادي ندير فوق منهم السكر الثقيل. وفي الجوانب غادي نزين باللوز اللي مقلي ومهرمش، وغادي ندير خطوط بالقرفه. تقدروا في عود اللوز ديروا هاد الورقه هادي، ديروا واحد خمسة ولا ستة ديال الورقات نفس الطريقه اللي درت، تهرمشوهم وديروهم كاملين على الوجه ديال البسطيله في عود اللي يعني في عود ما ديروا اللوز، كيبقى لكم الاختيار. صافي انا غادي نكمل التزيين ديال البسطيله بحال اللي غادي تشوفوا معايا، ونتلاقى معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله بحال اللي شفتوا معايا، تزيين بسيط وكيعطيها منظر اللي زوين. الطريقه راها سهله، حاولت انني نعطيكم لي ديتاي يعني بالتفاصيل، تفاصيل ممله واخا الفيديو جا طويل شي شويه، ولكن صراحه تستحق التجربه. البسطيله اللي كلاها عندكم انا متاكده وثقوا بي انها اللي كلاها عندكم ما عمره ما غادي ينسى المذاق ديالها، كتجي لذيذة بزاف، ماشي داك البسطيله اللي كتكون حلوه بزاف ولا ناشفه، كتجي معلكه، وتوازن بين الملح والحلو
كنتمنى الطبق يكون الاعجاب ديالكم ونكون قدمته بطريقه مزيانه. الناس اللي باقين ما شاركوش في القناه كنقول لهم مرحبا بكم، وكنتمنى تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والعائله، وكنضرب لكم موعد مقبل فيديو قادم ان شاء الله.